فضيلة الشيخ، ونحن على مقربة من هذا الشهر الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، برنامج المسلم في هذا الشهر والأوقات والساعات كيف يقضيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن شهر رمضان شهر عظيم كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: قد أظلكم شهر عظيم مبارك. شهر عظيم مبارك لما فيه من الخيرات الكثيرة التي تتنزل على عباد الله الصالحين في ليله ونهاره وساعاته وأوقاته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ماذا يستقبلكم وتستقبلونه؟ فقالوا: يا رسول الله، عدو حضر. قال: شهر رمضان. وأخذ صلى الله عليه وسلم يبين فضائله وما فيه من الخير ترغيبا للأمة في أن يستقبلوا هذا الشهر بالبشر والفرح والسرور برحمة الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهو ليس موسما تجاريا من مواسم الدنيا وأسواقها التي يتنافس فيها كثير من الناس، وإنما هو سوق أخروي، تجارة رابحة، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا يتمثل في شهر رمضان أكثر من غيره، فيه فضائل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا من فضائله أن الله أنزل فيه القرآن. شهر قال فيه صلى الله عليه وسلم: فرض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وقد حثنا صلى الله عليه وسلم على قيام رمضان، وذلك بصلاة التراويح في أول الشهر، وصلاة التراويح وصلاة التهجد في آخر الشهر، كل ذلك اغتناما لهذا الفضل العظيم وتعرض لنفحات الله ومغفرته وهباته. فالمسلم الذي مكنه الله من هذا الشهر ويسر له فعل الخير، هذا قد حصل على ربح عظيم في حياته، زيادة على ما عند المسلم من الحسنات والأعمال الصالحة في سائر السنة. فهو شهر عظيم خيراته وبركاته على المسلمين. نعم.